امل. ليه؟ ما هي في ثلاث مسلسلات في نفس الوقت. ما هو علشان يعني انا رايي يعني ان هو عشان محمد رمضان يعني ده اللي انا بشوفه ان هو ما شاء الله الله اكبر الناس كلها بتحبه وان هو محبوب يا ربنا حابب فيه خلقه اكتر واكتر وان هو بجد محبوب فهو اظن ان هو السبب حقيقي. ما كانش عندك قلق ان انت كمان داخله في هتبقى في مقارنه وحاله شيحه بقالها طبعا اكيد رعب بس ما فيش مقارنه عشان حاله بطله المسلسل يعني حاله مسلسلها فما فيش مقارنه برضو يعني فيش مقارنة قوي اه بطولة كل حاجة بس حالة برضو تعتبر بطلة مسلسل فما فيش مقارنة قوي عمري ما بقى مش بقارن يعني مش صح انك تقارن فبس فاه يعني خضة بصراحة انا اسف بس اللي بيحصل دلوقتي ان حالة مش هي بطلة مسلسل البطلة هي هنادي الناس بتتكلم عليها هي هنادي او مش عارف اقول لك ايه اه صح ولا غلط الحمد لله هو اه يعني الحمد لله مش عارف اقول حاجة مش عارف اقول لك ايه يعني الحمد لله انا مش عايزة اقولك على رد الفعل عايزة اعرف رد فعل بوك اه حبيبي مبسوط قوي هو مبسوط كمان بالتلاتة هو مركز كمان مع التلاتة بيتفرج على التلات مسلسلات لو في واحد ملحقوش بيتفرج على الاعادة ودايما مثلا وانا في التصوير عشان مش بلحق اتفرج فيها زي كان يقولي مثلا النهارده حصل كذا هو هيحصل في الحلقه الجايه اقول له مش هقول لك يقول لي يعني ايه انا ابوكي فهو يستنى فهو الحمد لله مبسوط انا مبسوطه بفرحته.